يا عمري الهيد شوت بعد التحديث. No mercy. آخر ثلاث طلقات. The blue team has scored for the killed. Dead. Woo. The match is over and the blue team أقوى حساسية is in the بدون منازع بعد تحديث 2.1. No mercy. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Fired. ايش هذا الملفات اللي مفعلها دخيل الله؟ Dead. هذا تسكير ملف الحساسية بعد التحديث، تسكير هيك ومسكت الملف الحساسية وسكرته. السلام عليكم ورحمة الله. بداية اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. رجعت لكم مقطع جديد عن الحساسية بعد تحديث 2.1 وشو هو التغيير اللي صار على الحساسية. حساسية جدا اسطورية مليانة في الهيت شوت وثبات كثير راح تفيدكم بعد التحديث. اتمنى دعم المقطع باللايك، المهم اشترك برغم كمان يشترك فعل زر الجرس. يا اخوان اللي بده كود الحساسية، اللي بده اي استفسار عن التحديث الجديد يشرفنا على البث المباشر على الفيسبوك بعد نزول هذا الفيديو شي ساعة ساعتين بالكثير. راح نفتح بث مباشر على الفيسبوك، رابط الصفحة مثبت باول تعليق وكمان بالوصف. اتمنى لكم اطيب الاوقات، ربي يسعدكم ومشاهده ممتعه. فطبعا يا اخوان التعديل اللي صار على الحساسيه بعد تحديث 2.1 تعديل جدا كبير. طبعا يا اخوان الحساسيه صار فيها ضياعين بالمواجهه القريبه بشكل جدا كبير بعد التحديث. عدلت على حساسيه منظور الشخص الثالث بالكاميرا والادياس، وعدلت على حساسيه سكوبات، لانه سكوب 6 كان يروح كثير يمين ويسار، سكوب 4 بيرتفع لفوق، وسكوب 3 وحتى سكوب الريدوت. طبعا يا اخوان عدلت على الحساسيه بشكل كبير، يعني مثل ما شفتوا بدايه الفيديو هيد شوت جدا اسطوري. يا اخوان قسم بالله في عندي اصدقاء لعبان معهم الافات الرومات، قسم بالله اتهموني بالهاكر لانه يلعبون 90 فريم عم اضربهم هيد شوت ما يلحقون يشوفوني. فطبعا يا اخوان راح نحكي على التعديل اللي صار بسكوبات، بعدين راح نحكي على التعديل اللي صار بالهي فاير او منظور الشخص الثالث. طبعا يا اخوان مثل ما تشوفون حاليا حساسية السكوب 6 بالجيروسكوب كانت عندي لل 295، نقصتها على ال 190 عشان ما يروح يمين ويسار. زائدا يا اخوان بالنسبة للسكوب 4 كمان كان يرتفع لفوق شوي، رفعت بحساسية الـ ADS ونقصت شوي بحساسية الكاميرا. بالنسبة للسكوب 3 كمان كان عندي 210، نقصته على 205 لأنه أنا مرات برفعه على 210، مرات أنقصه على 205 حسب القطعة اللي تكون معي. زائدا يا اخوان الريدوت شوية رفعته، كان على ال 240، رفعته على ال 250 تقريبا مثل ما تشوفون حاليا. نقطة الاستهداف الحمراء منظار ثلاثي الابعاد مساحة الاستهداف، هاي يا اخوان كمان رفعتها تقريبا. يا اخوان التعديل على الهيب فاير هذا جدا اسطوري لاغلب اللاعبين خصوصا بضياع الام. يا اخوان الكل يعرف كانت عندي الشخص الثالث بدون منظار كان عندي 310، رفعتها على 315 وكمان رفعتها على 315 الشخص الثالث بدون منظار بالكاميرا والادياس. يا اخوان صارت جدا اسطوريه ما شاء الله، يعني هيد شوت يعني لا نهائي عن جد وكانك مفعل ملفات. زائدا يا اخوان الناس تسالني ماهر بعد التحديث ارفع الحساسيه على المخصصه؟ يا اخوان انا ما انصحكم ابدا 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 ترفعون الحساسيه على المخصصه، تضركم بشكل كبير. اذا بدك تضيف على المخصصه ضيف مثلا الاوم لانه عندك سكوب 6 كثير سريع مثل ما تشوفون 190، النقصه مثلا على الخلي 90 لنفترض عشان السنايبر بس. تمام يا اخوان وهون كمان اخلي مثلا لنفترض كمان نخلي 90 اوكي يا اخوان. وسكوب 4 كمان نقصه كمان، يعني بس اللي بده كمان يلعب ام 24 او كار كمان يعمل الحساسيه على السنايبر. ليش يا اخوان؟ لانه اذا ضفت الحساسيه على المخصصه للامانه تضيع عندك الايم بشكل كبير خصوصي بعد التحديثات اللي صارت. حساسيه الركض خلوه 85 عشان كمان الايم ما يضيع عندكم. حجم زر الحركه خلوه 59 بالكلاسيك و120 بالمستودع. هذا التغيير اللي صار على الحساسيه بعد تحديث 2.1. اتمنى دعم المقطع باللايك، المشترك بالقناه كمان اشترك فعل زر الجرس. يا اخوان
كود الحساسيه، كود الاعدادات على البث المباشر على الفيسبوك بعد نزول هذا الفيديو بشيء قليل. شرفنا على البث المباشر، اطلب كود الحساسيه والاعدادات التعليق ان شاء الله اخر البث، بس نخلص لعب اسلم الحساسيه والاعدادات لجميع الناس. اي مشكله عندكم كمان اطرحوا ليها على البث. زائدا يا اخوان هذا كود الحساسيه، هذا بالنسبه لكود الحساسيه. زائدا يا اخوان راح اقفل فيس كام وكمان اشوفكم الحساسيه بشكل عام. اوكي يا اخوان، هاي بالنسبه لكود الحساسيه، هاي بالنسبه للحساسيه بشكل عام، هاي بالنسبه للحساسيه بدون جيروسكوب. كمان هاي فعلنا الاعدادات الADS كمان نفس الاشي، وهاي كمان حساسيه الكاميرا، وهاي بالنسبه لحساسيه الجيروسكوب مثل ما تشوفون يا اخوان. هاي بالنسبه للتعديل اللي صار عليها بعد التحديث، وهاي الحساسيه كمان الكود والحساسيه بشكل عام. طبعا يا اخوان حاليا اخليكم مع لقطات بالمستودع، لقطات بالكلاسيك بالمود الجديد، لقطات جدا اسطوريه وتثبيت سكوادات مثل ما حكيت لكم يا اخوان. اللي بده كود الحساسيه والاعدادات يشرف على البث المباشر على الفيسبوك. اتمنى لكم اطيب الاوقات، ربي يسعدكم، مشاهده ممتعه. The blue team leads with 30 seconds left. Killed! Ooh, he's a deal headshot. Nice shot! Enemy down! والله يا اخوان يلعب 90 فريم، الله شاهد. Ooh, ربي دمه كامل يا اخوان. The blue team has scored for the يا اخوان. قسم بالله عباس يلعب ايباد 2020 90 فريم ما يلحق يطلع. Killing spree for the blue team. Dead. No mercy. اخر ثلاث طلقات. تسكير ملفات اليوم ما في. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Fired. ايش هذا الملفات اللي مفعلها دخيل الله. Dead. نوك. الثاني نوك. ثلاث نوك.